مشاهدينا الكرام، طبعا نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، وبعد ما استمدينا طبعا هذه الطاقة الإيجابية بحرارة الجو وارتفاع درجات الحرارة من البحار والمحيطات، وكما ذكر الله تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. الآن نتوقف وإياكم على طبعا الفقرة الصحية، فقرة المسعف العراقي إن شاء الله. في هذه الفقرة نتناول مسألة كلش مهمة، ونتمنى أنه نتزود من هذه الثقافة اللي هي مسألة أنه الإنعاش القلبي الرئوي. إسراء، طبعا يعني كثير منا اليوم في بيوتاتنا، أحيانا في العمل، أحيانا حتى في الشوارع، مع ارتفاع درجات الحرارة قد أنه يصاب بعض من الأشخاص، يمكن أنه كبار أو صغار، صحيح، بوعكات صحية، وبالتحديد أنه مسألة أنه الإنعاش الرئوي. نعم. هناك من يمتلك هذه الثقافة، ثقافة أنه الإسعافات الأولية، هناك من لا يتمكن، وإن صحيح. كان طبعا إسعافات بسيطة جدا، فنتمنى أنه نلم طبعا بهذه الإسعافات. أكيد، يعني إحنا اليوم يجب أن تكون هناك عندنا فد أولويات وفد نقاط احنا نرتكز عليها لانقاذ الشخص المقابل. نعم. حتى لو كانت امور بسيطه، يعني على سبيل المثال الجروح البسيطه اللي تحدث بالبيت، الحروق البسيطه لا سامح الله، يجب ان تكون عندي هناك ثقافه كيف اليوم ادارك هذا الموضوع واستطيع ان المه واقدم الاسعاف الاولي، يعني سواء اقرب الانسان الي داخل المنزل، خاصه اذا كانوا اولادنا. لكن إذا ما تكون عندي في الثقافة الصحية، جائز أوقعهم بالغلط. يعني جائز أني بدل ما سيطر على الموضوع، مثل ما نقول أزيد الطين بلة. بالفعل. مثل ما قلتي هسه، إحنا يعني حديثنا اليوم على الإنعاش الرئوي. يعني تفضلتي فد ملاحظة مهمة، إحنا في فصل الصيف الكثير من يتعرض للإغماء. نعم. يعني بسبب مثلا هبوط عنده بالضغط، أو ما يسيطر على نفسه من شدة الحرارة، أو أيضا هناك تصيبهم نوبات قلبية أو شبه الغرق. نعم. يعني ومو غرق كامل، شبه الغرق. فجميل اليوم أني أمتلك هذه الثقافة، واليوم الحمد لله والشكر هذا الشيء مو صعب، يعني من خلال الدورات، من خلال برامج التلفزيون. نعم. على سبيل المثال احنا صباح كربلاء خصصنا فقرة المسعف العراقي، يعني أنا الحمد لله والشكر أني دا أحكي لك شخصيا هواي استفاديت منها، يعني لله. مع السيد مرتضى الغالبي دا يقدم فد نصائح حلوة، نصائح بسيطة. اليوم كأني امرأة عادية ما عندي خبرة بالطب، استطيع ان اتعلمها واقدمها للشخص المقابل ان شاء الله. فنتمنى يعني توصل رسالتنا ان شاء الله، ونقدم وان كان الشيء البسيط، ندخل الى هذه البيوتات واسرنا العراقيه المباركه ونقدم النصيحه الصحيه حول الاسعافات الاوليه. مشاهدينا الكرام، خلونا نتعرف على الطريقه الصحيحه مع المسعف العراقي السيد مرتضى الغالبي حول الانعاش الرئوي القلبي. صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدين صباح كربلاء على قناة كربلاء الفضائية. سنكون وإياكم مع فقرة المسعف العراقي للتدريب والتعليم على مهارات الإنقاذ ضمن برامج الإسعافات الأولية. فقرتنا لهذا اليوم ممتعة وجدا مهمة، ألا وهي فقرة السي بي آر. شنو هو السي بي آر؟ الإنعاش القلبي الرئوي إلى البالغين. الإنعاش القلبي الرئوي معروف عنه هو الضغطات باليدين بقوة على صدر المصاب اللي لديه توقف عضلة القلب. لربما يكون هذا الشخص الذي أصيب بتوقف عضلة القلب بحادث ومسبب خارجي كالصعقة الكهربائية، كالغرق، كالحرق، وحوادث السير، وكل الحوادث الأخرى اللي تسبب توقف عضلة القلب، أو لديه حالة مرضية خاصة داخلية تسببت توقف عضلة القلب، ولكن بعد التقييم الأولي لهذا المصاب. شلون نقيم؟ أساسي، وبجميع برامج الإسعافات الأولية هناك شيء أساسي، ألا وهو السلامة أولاً. شلون يعني السلامة الأولاً؟ يعني أنا مسعف قبل لا أتوجه للتدخل في أي حالة
يجب أن أتأكد من السلامة، من سلامة المكان. ماكو مخاطر أو مهددات تهدد المسعف نفسه إذا تدخل بالمساعدة لتلك الحالة الإسعافية. شلون نتأكد من السلامة؟ ممكن نتأكد بالنظر والفحص يمين يسار، ماكو أي خطر يهدد حياتي أنا كمسعف، واضح؟ ومن ثم نقترب إلى هذا المصاب، نفحص الاستجابة. كيف نفحص الاستجابة؟ بالتربيط على أكتاف المصاب ومناداته صوتياً، تسمعني تسمعني، هل أنت بخير؟ إذا لم يسمعني المصاب وفاقد للوعي، إذن المصاب يحتاج المساعدة. فوراً أطلب المساعدة، لا تتردد. شلون نطلب المساعدة؟ إذا كنت أنت بمفردك لوحدك يعني لحالك، أنت أطلب المساعدة بالاتصال على الإسعاف الفوري اللي رقمهم 1-22-122، رقم الإسعاف الفوري داخل العراق في عموم مناطق العراق، واضح؟ أو هناك شخص قريب عليك، أطلب منه المساعدة، أنت اتصل بالإسعاف 122 وباشر بفحص النفس والنبض سوياً. إذا كنت قادر على فحص النبض، وإذا كنت لا تعرف كيف فحص النبض، يكفي فحص النفس فقط بالنظر إلى منطقة الصدر والبطن للمصاب. إذا هناك أكو حركة معناته أكو تنفس، إذا لم يكن هناك أي حركة على منطقة صدر وبطن المصاب، إذن المصاب لا يتنفس، يحتاج تدخل إسعاف فوري بالإنعاش القلبي الرئوي بكلتا اليدين المستمر. مشاهدينا الكرام، خليكم ويانا وراح ننتقل للتطبيق العملي للسي بي آر، الإنعاش القلبي الرئوي باليدين، فلنتابع. التطبيق العملي للإنعاش القلبي الرئوي السي بي آر للبالغين، نبدأ بالخطوات. قبل لا نبدأ بالخطوات، السلامة الشخصية لسلامة المسعف، ارتداء الكفوف أي لبس القفازات لسلامتك الشخصية. ومن ثم الخطوات، الخطوة الأولى التأكد من السلامة بالنظر والتفحص يمين يسار حول منطقة المصاب للتأكد ماكو خطر، ومن ثم نباشر بالدخول. الجلوس بهذه الطريقة والتربيط على أكتاف المصاب. هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ تسمعني؟ تسمعني؟ المصاب فاقد الوعي لا يستجيب. نطلب المساعدة، أنت اتصل بالإسعاف الفوري 122 وأحضر جهاز الأي إي دي. أوكي، اللي بعدها شو نسوي؟ نفحص النفس. شلون نفحص النفس؟ إذا كان المصاب يرتدي ملابس قميص، نقوم بفتحها بهذه الطريقة وننظر إلى منطقة الصدر والبطن لمدة 10 ثواني نحسب. إذا كنت قادر على فحص النبض فلتفحص النبض سوياً مع النفس، وإذا كنت غير قادر ولا تعرف كيف تفحص النبض فيكفي الفحص بالنظر إلى منطقة صدر وبطن المصاب. إذا كان هناك أكو حركة، حركة تنفس ارتفاع وانخفاض في منطقة الصدر والبطن، معناته المصاب يتنفس. إذا كان المصاب لا يتنفس بعد 10 ثواني اللي حسبناها، نبدأ بعملية الضغط فوراً، لا تتردد. أضغط بهذه الطريقة، نضع إحدى يدينا على منطقة صدر المصاب بهذه الطريقة، كعب اليد، ونضع الإيد الأخرى فوقها مباشرة، ويكون جسمنا عمودي على صدر المصاب بهذه الطريقة، بهذه الطريقة المشاهد، ونعطيه 30 ضغطة مستمرة كما ستشاهدون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 30 ضغطة، ومن ثم نعطي أنفاس برفع الذقن إلى الأعلى وإمالة الرأس إلى الخلف بهذه الطريقة. نخلي فد عازل مثل هذا الجوز أو أي قطعة قماش إذا ما متوفرة، ونعطيه أنفاس بهذه الطريقة.
نفسين ومن ثم نرجع نعاود السي بي آر 30 ضغطة. السي بي آر الإنعاش القلبي الرئوي نبقى مستمرين بإعطاء الضغطات والأنفاس 30 ضغطة بنفسين 30 ضغطة بنفسين دون توقف. نتوقف في حالتين، شو وقت؟ في الحالة الأولى إذا استجاب المصاب، إذا أبدأ حركة أو تنفس أو أي استجابة نتوقف عن الضغطات، أو حين وصول الإسعاف المتقدم أو حين وصوله إلى المشفى. هذه الضغطات جدا ضرورية، هذه الضغطات جدا مفيدة. أنت مجرد بإعطائك ضغطة على منطقة الصدر قاعد تغذي الدماغ والأعضاء الأخرى بالدم. ليش؟ لأن علميا الدماغ من 4 إلى 6 دقائق إذا لم يتغذى بالدم المحمل بالأكسجين يبدأ بالتلف تدريجيا ويؤدي إلى الوفاة. فرصة حياة إنسان بين يديك، لا تتردد. إذا شاهدت شخص لديه توقف عضلة القلب باشر بالسي بي آر الإنعاش القلبي الرئوي. حياكم الله مشاهدينا، ونتمنى أن استفدتم من هذه الفقرة، فقرة السي بي آر الإنعاش القلبي الرئوي. هذه الحلقة وهذه المهارة للمشاهد لا تكفي، اذهبوا وتدربوا وطبقوا بأيديكم على مهارة الإنعاش القلبي الرئوي. جميل أن تكون إنساناً تحب الحياة، ولكن الأجمل أن تكون مسعفاً تهب الحياة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأكيد تحياتنا وشكرنا إلى السيد مرتضى الغالبي. حقيقة يعني كفى ووفى، أنطى فد معلومات يعني اليوم كل إنسان يستطيع أن يتعلمها ويطبقها لا سامح الله على الشخص اللي يحتاج الإسعاف الأولي.